20/10/2012 حمص القصير نتائج القصف المروحي على مدينة القصير. هذه اللحظة استشهد واحد وقال شاب لا نعرف مجهول هوية أشلاء، وأيضا عشرات الجرحى الآن في المشفى الميداني تحت الركاب. عديد من الناس تحت الركام، حتى هذه اللحظة لم نعرف كم عددهم. حسبي الله ونعم الوكيل. عاطف الأفضل للطاعون. هذه هدايا العيد، هدايا عيد الأضحى، هدايا عيد الأضحى من بشار للشعب السوري. هذه الهدايا اللي وعدنا فيها بشار للشعب السوري بدل هالبراميل، هاي براميل متفجره والقنابل العنقوديه ما يشلفها بارض عدونا نحن، هو عم يشلفها علينا على الشعب السوري. نحن صفينا اعداء بالنسبه لإله فقط بس لانه مطلبنا الا وهو الحريه. الله ينعم. الحمد لله على السلامة. 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذه كانوا يلعبون أطفال مدينة القصير بها. أين أنتم يا أطفال العالم؟ أين أنتم يا أطفال العالم؟ يا منظمات حقوق الطفل، أين أنتم من هذا الدمار؟ عصابات الأسد، هذا ما خلفته عصابات الأسد. قصفوا الطيران. لم يشبع من دماء السوريين هذا المجرم.